فينا من المغرب. مهندس أحمد كريم سلمان من العراق. كنت محتاجة فعلا مساعدة ومساعدة. أن أقدم جزيل الشكر للقناة. شكرا من كل قلبي لقناة منحمة كل الألوان. امتناني لمصداقيتها. كرمال هيك أنا بحب أشكر أصحاب القناة، بحب أقول لهم شكرا لكم ويعطيكم ألف عافية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أتمنى يا رب تكونوا بخير وبصحة كويسة. إن شاء الله بإذن الله النهاردة هنتكلم عن منحة دراسية ممتازة جدا، بس قبل ما أتكلم عن المنحة دي أحب أوضح لدي قناتنا قناة منح من كل الألوان، هتلاقوا عليها فرص ومنح كتيرة جدا، بالإضافة كمان ده الويب سايت الرسمي الخاص بينا، هتلاقوا عليه كل الخدمات اللي إحنا بنقدمها وأحدث المنح الدراسية. كمان ما تنسوش تعملوا اشتراك في القناة وتضغطوا على الجرس الصغير ده عشان كل الفرص والمنح توصلكم بسهولة. طيب خليني نبدأ على بركة الله ونتكلم عن منحة النهاردة. بالنسبة لمنحة النهاردة هي منحة دراسية ممولة بالكامل في روسيا، تمام؟ طيب التفاصيل زي ما احنا قلنا ان الدولة اللي هيكون فيها هذه المنحة هي روسيا. بالنسبة للجهة المانحة او اسم المنحة دي بيطلق عليه HSE Global Scholarship، تمام؟ واللي مقدم المنحة دي هي جامعة اسمها HSE University، تمام؟ HSE University اسم الجامعة، وجامعة ليها ترتيب كويس، وجامعة يعني من الجامعات القوية في روسيا، تمام؟ واسم المنحة HSE Global Scholarship. بالنسبة للدول المتاحة للتقديم في المنحة دي، جميع الدول المتاحة للتقديم سواء انت من دولة عربية افريقية اسيوية بتقدر تقدم على المنحة دي بكل سهولة. بالنسبة للمرحلة الدراسية الموجهة ليها المنحة دي، المنحة دي موجهة لدرجة البكالوريوس فقط، يعني لو انت مخلص ثانوية عامة وفي اخر سنة من الثانوية العامة او البكالوريا بتقدر تقدم عادي على البكالوريوس، انما لو انت عايز تدرس ماجستير او دكتوراه غير متاح في المنحة دي. بالنسبة للتمويل في المنحة دي، المنحة دي تعتبر ممولة بالكامل. اول حاجة انت بتاخد الرسوم الدراسية مجانا، مش بتدفع اي تكاليف خالص للدراسة، تمام؟ الشيء التاني بيبقى موجود عندك راتب شهري، تمام؟ في طلاب كتيرة اتقبلوا في المنحة دي سابقا. طبعا هي الجامعة مش موضحة ان على الموقع الرسمي بتاعها في راتب شهري، مش موضحة ده بشكل يعني كامل، وانما في طلاب بالفعل اخذوا الراتب الشهري، فالمنحة بالفعل بتعرض راتب شهري كمان. بالاضافه كمان ممكن العمل في العطلات الاسبوعيه، تمام؟ مثلا في الاجازه السبت والاحد مثلا ممكن تشتغل وتوفر مصاريف اضافيه لدراستك او مثلا للمعيشه بتاعتك، ده برضو شيء كويس. بالاضافه كمان المنحه بتوفر لك خطاب قبول بيساعدك على السفر بكل سهوله بدون تعقيدات، تمام كده؟ طيب كمان هنا عندنا ده جروبنا على الواتس وجروبنا على التليجرام، يا ريت تنضموا عليهم عشان توصلكم احدث المنح الدراسيه فور نزولها. طيب بالنسبة للتخصصات المتاحة في المنحة دي، عندنا تخصصات عديدة جدا. عندك اللغات الأجنبية زي اللغة الإنجليزية، متاح إنك تدرس قسم اللغة الإنجليزية، تمام؟ قسم العلاقات الدولية، الدراسات الآسيوية، التصميم، الصحافة، التاريخ، دراسات ثقافية، الرياضيات، الاتصالات، القانون، علم النفس، السياسة الحديثة، العلوم الاجتماعية، الفيزياء، الفلسفة، كل ده متاح عندنا. فتقريبا أغلب التخصصات تخصصات أدبية، تمام؟ طيب بالنسبة للأوراق المطلوبة للتقديم في المنحة دي، عندك حاجتين مهمين للتقديم في المنحة دي حاليا. الأوراق المطلوبة أول حاجة ملي أبليكيشن المنحة أونلاين، وتاني شيء عمل خطاب نية بشكل ممتاز. هو خطاب النية داخل الأبليكيشن، ولكن التركيز بيكون على الاتنين دول، تملي أبليكيشن بتاعك بشكل كويس وترفق فيه خطاب النية، تمام؟ طيب عندنا هنا بعض الملاحظات. إن المنحة دي يمكنك الدراسة باللغة الإنجليزية أو الروسية، لو بتعرف اللغة الروسية برضو بيمكنك دراسة التخصصات بتاعتها باللغة الروسية أو اللغة الإنجليزية. كمان المنحة دي مش محتاج منك أي شهادة لغة للتقديم، طبعا مطلوب إنك تكون بتعرف على الأقل يعني مستواك متوسط في اللغة الإنجليزية لو أنت تدرس بالإنجليزي، أو متوسط في اللغة الروسية لو أنت تدرس بالروسي، بس مش محتاجين منك أي إثبات للغة، تمام؟ إذا تريد الدراسة باللغة الروسية هيكون هناك كورس لغة تحضيري قبل بدء الدراسة، بيعرض لك كورس لغة تحضيري كمان لو أنت حابب تدرس باللغة الروسية ومش حابب تدرس بالإنجليزي. كمان يمكن لطلاب الثانوية العامة في آخر سنة التقديم للمنحة دي، لو أنت بالفعل خلصت الثانوية العامة أو في آخر سنة ممكن تقدم عادي، وأيضا متخرجين من الثانوية العامة. وطبعا لو أنت حاليا تدرس أو درست بكالوريوس وتريد التقديم مرة أخرى فمتاح ليك أيضا. وركز معايا كمان في الملحوظه دي، يجب الا يتعدى سن المتقدم 30 سنه، سنك ما يعديش اكتر من 30 سنه، اكتر من 30 سنه غير متاح لهم التقديم في الفرصه دي، تمام؟ طيب كيفيه التقديم زي ما احنا قلنا بيكون في الابلكيشن اونلاين بيتم ملؤه. اخر ميعاد للتقديم في المنحه دي هو 10 اكتوبر 2021، فلازم تبدا تجهز نفسك من دلوقتي وترتب كل الامور اللي محتاجاها المنحه.
عندنا هنا بعض الملاحظات. ما تنسوش ان قناتنا قناة منح من كل الالوان بتوفر خدمات اضافية زي اللي احنا بنوفر خدمة التقديم بشكل احترافي لأي فرصة ومنحة انت عايزها، وبنوفر منح مضمونة القبول 100% للمساعدة للسفر لهولندا، ومنح دراسية مضمونة القبول في الصين، وخدمة تجهيز الاوراق وخدمة الكورسات. ولو عايز اي خدمة من الخدمات دي بتلاقي رابط خدماتنا في صندوق الوصف اسفل الفيديو، وايضا رابط خدماتنا موجود هنا، بتملأ استمارة الخدمة اللي انت مهتم بيها، واحنا بنتواصل معاك وبنرتب معاك كل شيء. خلينا دلوقتي نروح نشوف الاعلان الرسمي للمنحة اللي فيه كل التفاصيل. تيجي تضغط هنا على كلمة الاعلان الرسمي، هيفتح معاك الموقع الرسمي للجامعة نفسها اللي هو الـ HSE University. تمام، فزي ما احنا هنشوف دلوقتي هيفتح معانا الموقع الرسمي، هتلاقي كل التفاصيل موضحة فيه بالنسبة لاخر ميعاد امتى للتقديم، التخصصات المتاحة، كل حاجة تلاقيها. فهنا بشرح لك السبجكتس التخصصات، تمام، ايه الاشياء اللي بتشملها المنحة، تمام، بيوضح لك هنا اخر ميعاد للتقديم 10 اكتوبر 2021، كل حاجة تلاقيها موضحة في الموقع الرسمي، ومكتوب هنا Global Scholarship Competition. تمام، طيب خلينا دلوقتي نروح نشوف كيفية التقديم. تيجي تضغط على كلمة قدم الآن دي عشان يفتح معاك ابلكيشن التقديم. ابلكيشن التقديم بسيط مش معقد، والفكرة فيه هنا ان هو مش مطلوب منك ارفاق اي اوراق حالية. الاوراق بتاعتك بترفقها بعد القبول، بعد القبول المبدئي بيطلع لك قبول مبدئي انك خلاص مثلا اتقبلت بشكل مبدئي، فبيقول لك بعد كده ابدا ارفق اوراقك. فالاشياء هنا اللي مطلوبه هي كلها اشياء بيزك او بسيطه جدا، معلومات شخصيه عنك وخطاب NA. فاول سيكشن هنا عندنا البيرسونال داتا، الاسم الاول، اسم العائله، الجندر بتاعك، الايميل، تمام، الجنسيه بتاعتك، الدوله اللي انت مقيم فيها، تمام، معلومات التعليم بتاعتك، وال يعني انت عايز تقدم لايه بالظبط، او اللانجوج اللي انت تدرس بيها، تمام. وهنا بقى جزء الموتيفيشن ليتر، وده من اهم الاشياء لان بيتم التركيز عليه. كل اللي فوق ده كلها بيانات شخصيه، انما هنا جزء الموتيفيشن طبعا هو اللي بيميز طالب عن اخر، فلازم تهتم انك تكتب موتيفيشن كويس، تمام، وتحط هنا سمعت عن المنحه دي ازاي، تمام. ممكن تكتب لهم قناتنا مثلا سكولارشيبس ايفريوير، تمام، ممكن تحط لهم اسم القناه بتاعتنا وتكتب منح من كل الالوان على سبيل المثال، تمام، او تكتب اذر هنا لو انت مش لاقيها هنا، بتحطها في كلمه اذر هنا وبتكتبها، تمام. طيب وبعدين بتضغط على كلمه اجري انك موافق على كل الشروط والاحكام بتاعت المنحه، وبعدين بتضغط على كلمه سبميت ابلكيشن، ويبقى انت كده قدمت المنحه بنجاح. طبعا بعد القبول المبدئي اللي بيوصلك بتبدا ترفق اوراق زي شهاده الثانويه العامه، او لو انت في اخر سنه من الثانويه بترفق شهاده السنه اللي قبلها وهكذا، تمام. طيب كده يبقى شرحنا كل التفاصيل الخاصة بالمنحة، منحة ممتازة جدا. آخر ميعاد للتقديم هو 10 أكتوبر 2021، وما تنسوش خدماتنا الإضافية لو حابين تقدموا من خلالنا، وإن شاء الله بإذن الله يكون بالتوفيق والقبول للجميع. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.